مساع محمومة يبذلها رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي رئيس كتلة تقدم الحاصلة على 37 مقعدا في الانتخابات الأخيرة بغية الفوز برئاسة البرلمان لدورة أخرى من خلال كسب دعم القوى الكردية الفائزة في الانتخابات وفي مقدمتها الحزبان الحاكمان في إقليم كردستان الديمقراطي والاتحاد الوطني. قياديون كرد وصفوا زيارة الحلبوسي المفاجئة إلى أربيل بأنها تندرج في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تذليل العقبات التي تعترض سبيل انبثاق الحكومة المتعثرة. زيارة كان في خدمة كيفية تشكيل الحكومة العراقية بأسرع وقت ممكن للخلاص من هذه المشاكل الموجودة ما يتعلق بها الخدمات والإصلاحات الضرورية في العراق. ثانيا العمل على كيفية الحفاظ على القرار العراقي المستقل بعيدا عن الإملاءات الخارجية. ورغم نفي القوى الكردية لأي تحالف مع القوى العربية السنية في العراق إلا أن مراقبين مطلعين يرون أن التحالف قائم بين الطرفين ضمنيا وإن لم يتم الإعلان عنه نظرا لحاجتهما المتبادلة لبعضهما في مواجهة هيمنة الأغلبية الشيعية. أسهل المعادلات هو اتفاق سني كردي في هذه المرحلة. كما قلت الجميع ينتظرون اتفاقا شيعيا. التحالف موجود بين الكرد والسنة، يعني الكرد لن يجدوا حرجا في الاتفاق مع السنة سواء كانوا موحدين أو متفرقين، لذا فالتحالف الكردي السني واقع لا محالة. مصادر أخرى تحدثت عن توافق بين القوى السنية المتصارعة على تحكيم قيادات كردية كضمانة لحفظ حق كل طرف في الحكومة المقبلة. ويرى أساسة الأكراد وأحزابهم أن المصالح العليا للشعب الكردي في العراق تتطلب في المرحلة الراهنة الوقوف على مسافة واحدة من القوى السنية والشيعية، على اعتبار أن ذلك أحد أهم مقومات تشكيل الحكومة الجديدة. هيوا عزيز، سكاي نيوز عربية، أربيل.